ازيكم؟ انا جاي لكم فيديو جديد، ده مع حلقه جديده من سلسله ماستر ليج النادي الاهلي في فيفا 2017. ورجع لكم انا جاي لسلسله الاستراليه دي، فانا انتوا تحطوا لايك واشتركوا في القناه مش عايزين نوصل فيديو ده اكتر من 80 لايك يا شباب، نقدر علشان تنزل الحلقه الجايه في اسرع وقت ممكن. وبجد يا شباب، بجد يا شباب اسف جدا لاني مقصر معاكم الاسبوعين دول او الاسبوع ده وشويه. للاسف الشباب حصل حوارات كتيره في الجهاز، باذن الله هبقول لكم عليها، لكن لما تظبط الامور بس باذن الله ننزل فيفا وبيس وكل اللي انتوا عايزينه. لكن معلش اصبروا عليا يومين كمان، معلش انا اسف انا اسف. اوكي، على طول هنستمر طبعا في ماستر ليج النادي الاهلي. عندنا دور ال 16 في دوري ابطال اسيا امام الاتحاد السعودي، يعني ممكن نلعب مباراه الاياب، مباراه الذهاب نعملها سكيب، مباراه الجونه ممكن تبقى سكيب برده. وعندنا سيراميكا كليوباترا في الكاس ربع النهائي هنلعبها اكيد. بعد كده عندنا بنك الاهلي صاحب المركز الثامن نلعبها، وام بي ومصر المقصه، وبعد كده عندنا فتره الانتقالات اللي باذن الله هنظبط الدنيا فيها. فخلينا نعمل سكيب على طول للمباراه الاولى. 1-0 كسبنا 1-0، ماشي نايس. نلعب مباراه الاياب لازم عشان نتاهل. سماتة بقت طاقته 81، والله عظمه يا سماتة. اوكي، عندنا مدافع هنا بيلعب في ختافي جنسيه من توجو. ايه توجو؟ ما علينا، حطه غير، خليه في المفضله. مباراه الجونه يا رجاله، اعمل لها سكيب على طول. 3-0، والله نايس. والزمالك بيخسر، المصري صاحب المركز الاول، والله عظمه على عظمه. فرق نقطه بس واحده بيننا وبين المصري. ماشي، الزمالك في المركز التاسع. شباب الزمالك بينهار، والله الزمالك بينهار. استمر انهيار الزمالك. يلا عندنا مباراه الاتحاد على طول. اوكي اتوقع يلا كده التشكيله جاهزه، ليتس جو على طول امام الاتحاد السعودي. يلا بينا. اوكي 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 اوكي، الاتحاد السعودي يا شباب امام النادي الاهلي، او النادي الاهلي امام الاتحاد السعودي على ملعبنا وبين جمهورنا المفروض. قاضينا على الهلال في المجموعات، عايزين نقضي على الاتحاد في دور ال 16. ليتس جو على طول. حسين ابراهيمي، زيزو زيزو، احضرته يا الله. حلوه 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 الشحات، يا الله يا جدعان الكرات دي مش هتيجي كتير. حط بقى، يلا سماتة واحدة يا سماتة يا عالي. شفتوا الفينش يا جدعان؟ جدعان شفتوا حلاوة الفينش يا جدعان؟ الواد ده اسطوري والله، والله الواد ده اسطوري يا جدعان. شوف 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 يا ولد يا سليه، هنا التوغل، الشحات بيقضي باص وعلى الواقف كده حطها في اليمين، في اليمين جول. لا 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 بس يا وحش اكرم يا توفيق، يا ديانج شيل يا اكرم يا عالمي، والله اكرم عالمي. بدر اسطوره، خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك، بس سليا شيل جول. والله الاتحاد ضغط عالي، الاتحاد يا جدعان في الهجوم خطير. اكرم حرام 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 يا اكرم، الباص اللي انت اديتها له دي الصراحه. لا 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 لا، بس وحش بس وحش علي. الدفاع 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 عينه هو. يا ولد يا الشناوي، الشناوي الدفاع مقدمين مباراة عالمية الصراحة، خطيرة. جول 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 جول. حتى الجول مش هتجيبوه، حتى الجول الشرفي مش هتجيبوه. الأهلي بيتفوق على الاتحاد، رغم إن الاتحاد قدم شوط تاني ممتاز وأسطوري الصراحة، لكن الدفاع كان مان أوف ذا ماتش هو الحارس. أوكي قرعة ربع النهائي، خلينا الأهلي أمام النصر. في إيه؟ إحنا متعهدين الدوري السعودي ولا؟ فريق شهر مايو، عندك ساماتا وزيزو وأليو ديانج من فريق النادي الأهلي. بيراميدز عرضوا عليا إن أنا أروح لهم، لكن لا يا بيراميدز، أنتوا أتوقع كلكم عارفين مين الواجهة الجاية، يعني أتوقع مين الفريق اللي محتاجني والمتعثر جدا في الدوري في مركز تاسع تقريبا أو ثامن. لقاء الكاس، يلا بينا. أوكي يا رجالة، لقاءات الأرضية الملعب، مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة كاس مصر. دور ربع النهائي يا شباب، ربع النهائي لازم نكسب علشان نتأهل ونكمل مشوارنا بإذن الله. نحاول نحقق ثلاث ألقاب، الكاس ودوري الأبطال والدوري المصري. محمد شريف هو مهاجمنا، محمد شريف الكاب، ياسين ابراهيمي، والله حلوه وابي واحد. حلوه ياسين، سليه سليه، محمد شريف محمد شريف جول. ايه ايه يا شريف دي بتدي، انت بتهزر يا شريف، والله بتهزر. يلا يا شريف يلعب كره لزيزو، زيزو زيزو، طاهر طاهر، جول 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 يا طاهر، جول يا طاهر، جول يا طاهر، جول. احسن محمد شريف بينقل نقله لزيزو، بيمشي شويه وشايف الناحيه الثانيه، طاهر بشماله عالميه، وطاهر بيحطها في الشباك برضه بشمال. حلوه يا ولد على 1 2، والله 1 2 عالمي. شريف شريف، اوه
اوه واحد راح في الباي باي. لا لا كانت كلمه كنت احطها في الشباك. الله يا عبد المنعم عالم يا انت يا عبد المنعم. زيزو 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 ديانج ديانج والله حلو حلو. لا 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 بس جول. انا ضربات السبته وحش الصراحه فيها ما اعرفش العبها يعني ما اعرفش اصد. يلا شريف شريف يلعب كره زيزو. لا 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 يلا شريف حط بقى شريف بدل ما تطلع يا شريف. جول 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 2-1 على طول. شوف يا جدع شريف يلعب كره زيزو المدافع بيشيل من اكرم توفيق في المتابعه يلعب 1-2-3 وحطها شريف في الشباك. كره خطيره كره خطيره والله والله. كره جول 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 شرقي يلعب كره زيزو زيزو حط. لا يا زيزو بابا ما جول. خلاص سيناريوهات في فيفا وفي بيس سيناريوهات. مش عارف انا كنت بنلعب الالعاب دي ليه والله والله ما عارف كنت بنلعب الالعاب دي. تبقى انت مسيطر طول الماتش وده اللي يحصل فيها. والله يعني حاجه تحزن الصراحه. بنك الاهلي حاطط له ارضيه الملعب. بنك الاهلي امام نادي الاهلي. يلا سمات الاول حط الاول. يلا 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 على طول يسجل ثامن اهدافه في الدوري ويعلنها ان هو حرفيا افضل مهاجم في الدوري. يلا على طول 6 دقائق الاهلي 1 جول. بمنتهى السهوله بيجيبوا اهداف بمنتهى السهوله حرفيا بمنتهى السهوله يا جدعان. روح سمات يلا سوليا يا عالم يا سوليا. والله جامد يا سوليا جامد 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 جامد. 2-1 على طول الكابتن. يلا طاهر يلعب لسماتة حط الثالث. سماتة قفشه يا ولد. شحات شحات ارزع يا الشحات الثالث يا الشحات ارزع 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 3-1. والله اداء حلو اداء رهيب جدا. سمات عامل ماتش عالمي. قفشه يا ولد على السروق وعلى طول بوم جول. ده ياسر ياسر يا ولد. يلا هي هي يا شحات يا الله هي سمات. لا 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 يا الاهداف اللي بتضيع. لا يلا طاهر هي سماتة طاهر والرابع يا بر بر يلا زي يا الله على الباص يا زيزو يا الله على الباص يا زيزو. سماتة بيضاء جول 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 يا الله يا الله اللي بيحصل يا جدعان. يلا اكرم اكرم توفيق والله حلوه. الماتش ده المفروض يخلص 7 الصراحه والله المفروض يخلص 7-6 كمان. ضيعنا كرات كتيره جدا ويعني والله حرام والله حرام 3 بس الصراحه. اوكي يا الاهلي المركز الاول يا شباب بعد تعثر نادي المصري. عاش عاش عاش. احنا النادي الوحيد اللي ما غلبش الدوري. عاملين نتعادل حتى في الدوري لكن هزيمه لا ودي حاجه ايجابيه جدا الحمد لله. في الدوري عندك انبي المركز السابع مصر المقاصه مركز 11. هنلعب مباراة انبي مصر المقاصة نعملها سكيب وننهي حلقة انبي. يا انبي يا انبي اخر لقاء معانا في الدوري يا شباب او في اخر لقاء معانا في حلقة النهاردة. الاهلي امام انبي صاحب المركز السابع والاهلي صاحب المركز الاول المتصدر بعد غياب والله كتير يعني عندنا كتير مش متصدرين لكن يعني الاهلي كالعادة هو المتصدر يعني. يلا ليتس جو ضربة البداية سماتة 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 الهدف التاسع يا جدع يا جدع. يلا يلا هي 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 يا ياسين هي يا ياسين. لا راح سماتة راح راح سماتة راح راح سماتة راح في 90 جول حطها في الشباك حطها في الشباك سماتة يا جدعان. الواد ده دبابة الواد ده دبابة الواد ده دبابة. جول 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 جول. بص 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 بيضرب ده بيضرب صحابه ده بيضربه بيضرب العيال بتوع الاهلي وبيجري سماتة سماتة بالقوة البدنية مع المدافع وبوم رايحه بال 90. طب فاول ما كان خطير ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. بس هي عمار حمدي عمار حمدي اللي بن شرقي والله حرام والله حرام. يلا عمار صلاح محسن
هتشيل الكرة اللي بتضيق. ماشي عم صفر صفر يا عم. والله ماتش عذاب، والله ماتش عذاب. زمالك يستمر في الهزيمة، زمالك يستمر في الهزيمة، شرخ بفارق 3 نقاط بيننا وبين المصري. ماشي اوكي الله يا شباب، مصر المقصة يا رب الفوز 2-0، والزمالك يخسر تاني. يا الله يا الله، الزمالك مركز عاشر يا جدعان، ماشي فارق 4 نقاط بيننا وبين بيراميدز. خلاص يا شباب اتوقع ان احنا مش حتى مش محتاجين نعمل انتقالات، لان الدنيا عندنا مظبوطه وماشيين تمام، باذن الله نكسب الدوري باذن الله ونظبط الاداء. بس يا رجاله اتمنى يكون لكم استمتعتوا بيه، زر اللايك واشتركوا في الشركه، وكمان نبيل فاهم اشكو اخف حلقات الجايه باذن الله.